لا تزال المؤشرات الاقتصادية تظهر ضعف مشاركة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي، مما يؤكد على الحاجة إلى الارتقاء بمؤشرات وصول المرأة للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية. التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه تحقيق الشمول المالي للمرأة في العالم العربي. أهمية الكبيرة في تعزيز الشمول المالي للمرأة العربية وبهدف تحريك عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير البيئة الداعمة للشمول المالي وسد الفجوة المالية بين الجنسين في العالم العربي، انطلقت مبادرة النهوض عاليا بالمرأة العربية ماليا. اليوم أطلقت مبادرة من البنك المركزي بمنح كفالات خاصة من شركة ضمان القروض لقروض المرأة حتى يساعدها على الحصول على التمويل، وأطلقت مبادرة أخرى عربية للنهوض بالمرأة العربية ماليا، وقضية الشمول المالي يشمل المرأة بشكل رئيسي. لقاء جمع العديد من صانعي السياسات المالية في الدول العربية لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة في الشمول المالي وتمكينها من إقامة مشاريع اقتصادية خاصة، حيث أن نسبة الشركات المملوكة من النساء في الدول العربية هي أقل من المتوسط العالمي والبالغ 35.3%. هذا له أثر كبير جدا، راح يكون في تعزيز وصول المرأة للخدمات المالية والمتعلقة بالاقتراض والادخار، وهذا راح يساعد على نمو المشاريع الصغيرة، خاصة المشاريع الصغيرة اللي لها علاقة في تنشيط الدورة الاقتصادية بالأردن. إحصائيات مؤسسة التمويل الدولية أظهرت أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة العربية من إجمالي التمويل المقدم للقطاع تبلغ 5.7% فقط. مهم جدا أنه نعزز مفهوم الشمول المالي للمرأة من خلال تسهيل العقبات اللي بتواجهها لمساعدتها في الاقتراض، تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. طبعا انعكاس هذا الموضوع بنحكي عنه كيف راح يصير الاقتصاد أقوى أفضل، كيف راح يكون في عنا تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة. المرجو إذن تشخيص الأسباب التي تحد من حصول المرأة على الخدمات المالية والمتمثلة في القوانين والتشريعات، إلى جانب العوامل الاجتماعية والأنماط الثقافية والأعراف السائدة في الدول العربية ومعرفة سبل تجاوزها. أسامة العدوان، رؤية.